السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف السابع. نتكلم النهاردة عن الأحماض والقلويات. كنا اتكلمنا بسابق في الترم الأول عن المركبات، وخدنا من أنواع المركبات الأحماض وخدنا القلويات. نتكلم الأول على الأحماض. نفتكر مع بعض إيه هي الأحماض. نتذكر الأحماض. الأحماض عبارة عن مركبات بتتكون من أو بيدخل في تركيبها الهيدروجين. يبقى الأحماض عبارة عن مركبات أو مواد يدخل في تركيبها الهيدروجين. انا عندي التعريف ده مش موجود في الكتاب، بس انا بذكركم عشان نفتكر الاحماض مع بعض. طيب ناخد امثلة الاحماض زي ايه؟ مثل ايه؟ مثل مثلا حمض الستريك. ده بيوجد فين؟ يوجد مثلا فين؟ في فواكه الموالح زي ايه؟ زي الليمون والبرتقال. ناخد مثال تاني، حمض ايه؟ حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك موجود برضو فين؟ موجود في اللبن المتخمر. يوجد فين؟ اللبن المتخمر. ناخد مثال ثالث، حمض ايه؟ حمض الخليك. وده بيوجد فين؟ بيوجد في الخل او الخل الاسود. واحماض كتيرة موجودة كلها فين؟ في الكتاب، او بعض منها موجود في الكتاب. طيب نيجي نبص بقى على خواص الأحماض. خواص الأحماض هي ايه؟ ناخد بعض خواص الأحماض. أول خاصية من خواص الأحماض إن طعمها بيبقى لاذع. طعمها أو ذاتها طعم لاذع. يعني ايه الطعم اللاذع؟ انا لو جيت تذوقت ليمونة بلاقي ان في طعمها لاذع او طعمها لاذع، يبقى الاحماض ده طعم لاذع. طيب ايه سبب طعم الليمونة اللاذع اللي هو حمض الستريك اللي هو موجود في الليمون والبرتقال؟ برضو لو تذوقت برتقال هلاقي طعمها ايه؟ لاذع، بس اقل من الليمون. ليه؟ لان الليمون بيحتوي على حمض الستريك بكمية اكبر من البرتقال. يبقى اول خاصية من خواص الاحماض انها ذات طعم ايه؟ ذات طعم لاذع. في خاصية تانية اللي هي بتحول ورقة عباد الشمس الزرقاء الى اللون الاحمر. وهنتكلم على ورقة عباد الشمس كده ايه في اخر الدرس. ورقة عباد الشمس الزرقاء الى ايه؟ الى اللون الاحمر. يبقى عند الاحماض بتحول ورقة عباد الشمس الزرقاء الى اللون الاحمر. في خاصية تالتة ان الاحماض لو جيت فعلتها مع فلز بتديني ايه؟ بتديني ملح وبتصاعد غاز الهيدروجين. يبقى تتفاعل الاحماض مع الفلزات وينبعث غاز الهيدروجين. ناخد مثال عشان نوضح اكتر.
ناخد مثال مثلا حمض ايه؟ حمض الهيدروكلوريك. لو جيت فعلت مثلا فلز ايه؟ زي فلز المغنيسيوم. مغنيسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك، الهيدروكلوريك هيديني ايه؟ الناس الشاطرة هتفتكر معايا من الترم الأول، أخدنا المعادلة دي في الترم الأول، هيديني كلوريد مغنيسيوم وانبعث غاز ايه؟ غاز الهيدروجين، يبقى زائد هيدروجين، ده غاز طبعا ايه؟ بيتصاعد. خلاص؟ يبقى مثال على تفاعل الأحماض مع الفلزات، قلنا المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك هيديني كلوريد مغنيسيوم زائد الهيدروجين. خلاص؟ ناخد مثال تاني، مغنيسيوم مثلا زائد حمض الكبريتيك، خلاص يلا مع بعض هيدينا ايه؟ هيديني كبريتات مغنيسيوم زائد الهيدروجين. زائد هيدروجين برضو، الهيدروجين عند ايه؟ هيتصاعد. اذا المعادلة العامة لتفاعل الأحماض مع الفلزات، اقول ايه؟ فلز اللي هو المغنيسيوم زائد حمض هيديني ايه؟ هيديني ملح، سواء كان كلوريد مغنيسيوم او كبريتات مغنيسيوم، ملح زائد هيدروجين. نيجي نبص التجربة دي عملي، كنا بنقول المغنيسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك مخفف هيديني ايه؟ هيديني كبريتات مغنيسيوم وهيتصاعد عندي غاز الهيدروجين. لاحظ عندي المغنيسيوم بيذوب خلاص ويتصاعد غاز الهيدروجين مع فوران. ادي المغنيسيوم كلنا عارفينه، شفناه في الترم الاول، اضيف اليه حمض هيدروكلوريك مخفف، حمض هيدروكلوريك مخفف. لاحظ عندي بيبقى في فوران وبيتصاعد غاز ايه؟ غاز الهيدروجين. اختبر غاز الهيدروجين ازاي؟ بإشعال الشعيم. بيحدث عندي اشتعال بفرقعة. خلاص؟ يبقى إيه؟ المغنيسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك بيديني ايه؟ بيديني كلوريد مغنيسيوم وبيحدث فوران ويتصاعد غاز الهيدروجين. طيب نيجي نتكلم على خاصية تانية من خواص الأحماض، الأحماض بتتفاعل رقم أربعة، تتفاعل الأحماض مع كربونات الفلز، تتفاعل الأحماض مع كربونات الفلز خلاص هتديني ايه؟ هتديني برضو ملح وبيتصاعد غاز ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. ناخد مثال مثلا حمض الهيدروكلوريك زائد كربونات مغنيسيوم هيديني ايه؟ مع بعض هيديني ايه؟ كلوريد مغنيسيوم زائد ماء زائد ثاني اكسيد الكربون او غاز ثاني اكسيد
الكربون، وده برضو غاز بيتصاعد. الواجب س واحد أكمل المعادلات الآتية. خرسين زائد حمض كبريتيك مخفف ديني نقط زائد نقط. رقم باء حمض النيتريك زائد كربونات الصوديوم ديني نقط زائد نقط. أبناء وبنات طلبة الصف السابع، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.